الله معكم أحبائي بيوم السبت من الأسبوع الرابع من زمن القيامة. كلمة رجاء من إنجيل اليوم: يسوع يمشي على الماء. كلمة رجاء من الرب: ثقوا أنا هو، لا تخافوا. كلمة رجاء من الرب لبطرس ولإلي: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ كلمة رجاء تدعيني أتخلى عن أوقات الشك والضعف وما جرب الله ولا نهار، لأنه دعوتي كإنسان مسيحي هي أن أوثق بالرب الحاضر بكل حدث بيقطع بحياتي. إنما تدخله ما بيصير إلا لما بتكون حياتي اعتراف دايم مع التلاميذ: حقا أنت ابن الله، المسيح قام، حقا قام.